السلام عليكم. مسؤولون أمنيون إسرائيليون بدون اتفاق مع لبنان ستزيد فرصة المواجهة مع حزب الله. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر مسؤولون إسرائيليون كبار في المؤسسة الأمنية من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية فستزداد فرصة اندلاع مواجهة مع حزب الله. وخلال مشاركتهم رئيس أركان أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن القومي أهرون ورئيس قسم الأبحاث في جهاز الأمن القومي عميد ورئيس الموساد ورئيس الشبايك ومستشار الأمن القومي إييل حالوت في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمن، حذر المسؤولون من ازدياد فرصة اندلاع تصعيد أمني على الحدود الشمالية للبلاد، وقد ينزلق الأمر إلى عدة أيام من القتال. وتطرق اجتماع الكابينت إلى المداولات التي اشتملت عليها المحادثات اللبنانية مع الوسيط الأمريكي بناء على اقتراح الأمريكي وموقف إسرائيل من قبل الاقتراح اللبناني، كما تم التطرق إلى المخاوف من تحركات حزب الله بهذا الشأن بما يشمل تهديداته بضرب منصات كاريش المتوقع بدء عملها باستخراج الغاز في شهر سبتمبر المقبل، ووسط تشكيك إسرائيلي بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف قبل موعد بدء العمل في كاريش. ينوي المبعوث الأمريكي العودة إلى المنطقة لجولة قادمة من المحادثات مع الطرفين، هذا ويركز الخلاف حول الحدود البحرية على مساحة تبلغ عدة مئات من الكيلومترات المربع في شرق البحر الأبيض المتوسط مقابل سواحل إسرائيل ولبنان، وقد تصل أرباح إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المحتملة في منطقة النزاع إلى حوالي مليارات الدولارات. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.